السلام عليكم. اليوم حنبدأ معكم شابتر جديد من Medication Administration، ألا وهو الـ Topical and Inhalant Medication، يعني الأدوية اللي بتنعطى دهن على الجلد أو Inhalation عن طريق الاستنشاق. زي ما حكينا طبعا Topical Route او طريقة توبيكال، يعني بنحط على سطح الجلد او على ميوكس ممبرين. طبعا ممكن تكون اكسترنالي على السكين او ممكن تكون انترنالي على داخل الميوكس ممبرين. توبيكالي ابلايد دراج هاف لوكال اور سيستميك افكت، يعني ممكن يكون تأثيرها موضعي او تأثير على كل الجسم. Many are administered to achieve a direct effect on the tissue to which they are applied. يعني غالباً معظم الأحيان لما إحنا نحط الميديكيشن هذه غالباً عشان تجيب التأثير المباشر على النسيج أو وين هي انحطت بالضبط. في عنا حاجة بنسميها precutaneous applications، يعني اللي بتنحط على الجلد. طبعاً هذه أدوية غالباً ربط into or placed in contact with the skin، يعني غالبا يا اما تفرك في الجلد او توضع بشكل مباشر على الجلد. زي ايش؟ زي الاينتمنت، البراهم، الباتشز، رغوات معينة، او البيست زي المعجين. طبعا هذه كلها تعريف اخذناها في الماثماتكس. الاينتمنت ابليكيشن يعني تطبيقات البراهم بشكل عام، او البراهم عبارة عن برهم. طبعا topically preparation يعني بنحط على الجلد، rubbed into the skin يعني يفرك بالجلد. تمام. ممكن كمان نلاقي اسماء بعض الاحيان، نقول لقين oils, lotions or cream. طبعا ممكن يختلف في عنا الكريم واللوشنز عن الاينتمنت. حكينا برضو في الماث ان الاينتمنت قلنا القاعدة تبعته غالبا بتكون oil based، يعني بكون دهني. تمام. بينما اللوشن والكريم غالبا بكون water based، فعشان هيك غالبا بتلاقي البراهم فعليا بتضلها على سطح الجلد فترة اكبر كتير من اللوشن والكريم. طبعا البيشنت ممكن يعمل ابليكيشن او يحطها يعني يدهنها لحاله، او لازم يتعلم او يعلمه الحكيم او يقرا الارشادات. في عندنا زي ما احنا شايفين عدة روتس. توبيكالي بنعطن توبيكالي يعني على السطح او الميوكس ممبرين، اللي هو الكيوتينس. غالب الكيوتينس لو لاحظنا هنا كله على السكن او السكالب اللي هي فروة الراس. تمام. ممكن نلاقي هنا عندنا الاوينتمنت، البراهم، الكريم، الكريمات، ليكويد يعني يكون سائل، لوشن. لوشن يعني زي غالبا بيستخدموه لتنظيف البشرة. باتشز عبارة عن لصقات بتوضع على الجلد. بيست، معجين. في بعض شغلات نحطها في الاورال ميوكوزا زي الماوث مثلا. تمام. جل غالبا ممكن يستخدم الفطرية. طبعا الاسماء اللي هنا التجارية او الاسماء الميديكيشن مش لازم اعرفها، ما بتلزم. في عنا بعض شغلات غالبا بنضيفها احنا على الاوفثالميك الى العين، يعني كميوكس ممبرين. في الاي في عنا دروبس، القطرات. في عنا الاينتمنت، براهم. تمام. برضو نفس الاشي بالنسبة للاوتيك. الاوتيك يعني الاير في الاذن. في دروبس نيزل في الانف. في عنا irrigation يعني غسيل. في عنا spray يعني بخاخ. في عنا drops نقاط او تنقيط. تمام. في عنا كمان sublingual. sublingual يعني تحت اللسان. في عنا tablet. في عنا spray بخاخ. البكل يعني بجانب الخد من الداخل، between the cheek and the gum يعني بين الخد واللثة. في عنا تابلت. في عنا لوزنجز. لوجنزز اللي هي عبارة عن الحبوب، غالبا بتكون زي الحلوة. تمام. هي بتنمصمص طبعا زي الستريبسلز. تمام. في عنا برضو كمان بتنعطى فيجينالي عن طريق المهبل لين تو ذا فيجينا زي الدوتشز،
اللي هي الحمامات أو بيستخدموها الدش المهبلي. في عنا كمان اللي هي ريكتالي، ريكتالي يعني عن طريق الريكتم، عن طريق فتحة الشرج المستقيم. في عنا طبعا منها سبوزيتري، في عنا اوينتمنت، طبعا بالفجاينا اللي برضو في منها كريم وفي منها سبوزيتريز اللي تحاميل، تمام. وريكتالي في عنا منها اريجيشن. في عنا الابليكيشن الثاني اللي هو برضو عن طريق الجلد بالعطاء، بس عاد بيخترق الجلد بمشي في الدورة الدموية، بنسميه ترانسديرمال ابليكيشن. ريفير تو دراجز ذات ار ابلايد تو ذا سكين، وغالبا طبعا بصير لها ابزورب من خلال السكين، طبعا اللي هي زي الباتشز او الاشياء الاثيسف يعني بتلزق على الجلد لزق، او البيست مع جين معينة. سكين باتشز عبارة عن drug bonded to adhesive bandage and apply to the skin for systemic distribution. يعني غالبا ها بتنعطى بتتلزق على الجلد، تمام، وطبعا تدخل من خلال الجلد للدورة الدموية، فبتديني تأثير كامل على كل الجسم systemic effect. فبتدخل عن طريق الجلد، بتروح بسلة absorption عن طريق الجلد وبتروح على blood stream على مجرى الدم، تمام. ممكن تتلزق في بعض الأحيان، غالبا بتكون في الأبر أرم، تمام. ممكن تكون على الشست، على الباتوكس، ممكن في الاستومك يعني على البطن من فوق، والأبر أرم زي ما حكينا، تمام. طبعا هذه الأدوية لازم تسجل أن المريض أخذها. طبعا كمان مفضل إذا أنا بعمل باتش أو لزقة في مكان معين، مفضل إني محطهاش في نفس المكان اللي كانت فيه قبل، يعني مفضل اعمل روتيشن، انوع في وين مكان اللزقة اللي حطيتها سابقا، محطهاش في المكان السابق وحطها في مكان جديد. After application of the patch it make approximately 30 minutes to 8 hours for the drug to reach the therapeutic effect. يعني غالبا طبعا حسب نوعها وحسب نوع المديكيشن اللي فيها، ممكن تاخذ بداية المديكيشن تبعها من نص ساعة على 8 ساعات قبل ما توصل المستوى العلاج تبعها. طبعا الأمثلة هدول مش لازمات. الدراج بيست عبارة عن معجين، طبعا غالبا بتكون ثيك بيست، بتكون شوية يعني ثيك ميلة، غالبا بتنحط على الجلد، بس غالبا ما بنعملها رابنج يعني ما بنفركها في الجلد بشكل زي البراهم والكريمات. طبعا المثال مش ضروري. في عنا الأوفثالميك أبليكيشنز، البراهم اللي تنحط غالبا في العين. طبعا البرهم بيجي في تيوب يعني في محتوى خاص، تمام. غالبا بكون تب تبعه شوي رفيع، تمام، عشان يسهل دخول البرهم في العين. طبعا الهدف منه انه يضل فترة اكبر في العين، خاصة في السكليرا او في الكونجنكتايفا اللي هي الملتحمة. طبعا غالبا هنحط زي ما شايفين في الصورة، بنشد العين من تحت، الايلد هذه من تحت، تمام، ونحط البرهم من الجهة هذه للخارج. طبعا بصير له غالبا اذا كان في عنا انفكشن في العين، غالبا بضلها لفترة كبيرة جدا ما بتخلص منها، يعني مش كريم، هو لازم يكون اوينتمنت عشان تضلها فترة كبيرة جدا في العين. ممكن تكون قطرة طبعا، ممكن تكون برهم. الأوتيك أبليكيشنز يعني الأدوية اللي بتنعطى عن طريق الأذن زي ما حكينا في الجدول. في عنا طبعا قطرات معظمهن، تمام، الهدف منهم ممكن يكون القضاء على بكتيريا أو فطريات تكون في الأذن، تمام. غالبا بس اهم شغله طبعا لما نأدي القطره هذه لازم في عندي طريقه معينه عشان اعمل ستريتن للاودافيا كانال، يعني احاول اخلي القناه تحت الاذن تكون مستقيمه عشان يتمكن العلاج انه يدخل للاذن. في الاطفال
تمام في الأطفال الصغار the nurse pulls the ear down and back يعني بشد دان الطفل بمسك في الاير لوبس في الاير بن هذه لحمة الأذن أو شحمة الأذن هذه بشدها لتحت ولورا تمام شان يخلي القناة ستريت مستقيمة لكن في الأدلت لا بيجي بمسك الأذن من فوق تمام وبشدها لفوق وبرجعها لورا تمام هذه في الأدلت طبعا هذه مهمة جدا غالبا بتيجي في الامتحانات يعني كيف بتعامل أو كيف تعمل ستريتنينج للأوديتري كانال بالنسبة لطفل صغير أو لإنسان بالغ. طبعا لما نحط القطرة في الأذن غالبا مفضل بالنسبة للطفل الصغير طبعا زي ما حكينا قبل كيف أعمل استقامة للقناة السمعية تمام غالبا إذا كان في عنا البيشن بده ينعطى يعني في الأذن في الاثنين تمام بنحط في واحدة تمام وبنخليها تقريبا حوالي 15 دقيقة وبعد هيك بنحط في الأذن الثانية تمام الهدف منه انه يضل كمية الميديكيشن فترة معينة حطيت البيشنت مثلا في اذن معينة وبعدين لفيت وحطيت البيشنت في الاذن الثانية حتلاقي الميديكيشن اللي دخل في الاذن الاولى حيطلع مجرد ما انت لما تعمل تيلتينج او توجيه او ثاني لراس البيشنت للجهة الثانية. طبعا نسيت اقول شغلة مهمة جدا الحين بالنسبة للبراهم او القطرات اذا كان البيشنت في عنده انفكشن في عين او في العين التانية ما فيش فيها انا ببدا في العين السليمة في الاول تمام وبعدين ببدا في الاذن او في العين المصابة خاصة اذا كان في عندي بكتيريا انفكشن اذا كان في عندي بكتيريا انفكشن واضحة في عين واحدة طبعا لما ابدا اقطر او احط برهم بحط برهم في العين السليمة في الاول تمام وبعدين بحط قطرة في العين المصابة طبعا عشان امنع انتقال العدوى من عين لعين طبعا مجرد ما انا احط خاصة البرهم ما حاولش اخليه يلمس الكونجنكتيفا من جوا. النيزل ابليكيشن في عنا التوبيكال ميديكيشن غالبا بنحط في الانف في عنا دروبس نقاط وفي عنا سبراي تمام طبعا لازم اتعلم الطريقة الصحيحة للبروبر ادمنستريشن بالنسبة للنيزل ابليكيشن طبعا الهدف منه اني ما احاول اخلي الميديكيشن يرجع في الزور تمام فعشان هيك لازم اعلم البيشنت كيف يعمل سبراي فعليا او كيف يقطر طبعا بحاول ارجع راس البيشنت للخلف وبعد هيك بقطر قطرة في البيشنت انه بس اهم اشي انها تحتك في تجويف الانف تمام ونفس الفكرة بالنسبة للسبراي طبعا لازم اساعد الاولدر ادلتس والتشيلدرن اذا مش قادرين يعملوا هالشغلة حالهم الناس الكبار والاطفال غالبا ممكن الحكيم هو اللي يعملها. طبعا في عنا هنا السبلينجوال والباكل ابليكيشن السبلينجوال يعني تحت اللسان طبعا في عنا بعض انواع الميديكيشن بتنحط تحت اللسان تترك هناك تو ديسولف غالبا سلولي بتمتص بتدخل في الدورة الدموية بشكل سريع طبعا في عنا بعض انواع الادوية هذه غالبا تستخدم للمرضى امراض القلب عشانها بتوصل بشكل مباشر على الدورة الدموية some drugs in spray form also administer sublingually ممكن يكون بعض منها كمان spray بنحط تحت اللسان وفي عنا النوع الثاني اللي هو البكل بكل قلنا اللي هو التشيك يعني بين الخد والقم placed against the mucosa membrane the inner cheek is another method of drug administration يعني بتنحط في البكل من جوا تمام في التشيك اللي هو الخد من الداخل when giving sublingual or buccal administration the nurse instruct the client not to chew or swallow the medication طبعا لما تنحط الدواء طبعا يا اما تحت اللسان او في الخد طبعا بعلم المريض انه ما يبلع تمام هذا الدواء او ما يمضغه تمام عشان يعني فعليا هو محطوط عشان يصير له absorption عن طريق الميوكس ممبرين تبع التشيك او الميوكس ممبرين اللي تحت اللسان طبعا الايتينج والسموكينج برضو ممنوع في البيشنت اللي بياخد الشغلات هذه
في عنده برضو بعض الشغلات التوبيكال اللي هي الفجينال ابليكيشن، الادويه اللي بتنعطى او الموضوع في الفاجينا اللي هي في المهبل. Typically vaginal application are used most often to treat local infection. غالبا معظم الميديكيشن هذه عشان تعالج عدوى مثلا موضعية، غالبا بتنتج من colonization of bacteria، يعني بصير في عنا تجمعات بكتيريا في المكان هذا، فاحتمالية الالتهاب فيها واردة. The microorganisms usually get transferred during bowel elimination، يعني غالبا ممكن العدوى بتكون جاية من الخلف، يعني من bowel elimination، فتحة الشرج. غالبا لما ال patient يعمل wiping from back to front، يعني من الخلف للأمام، تمام، فبجيب باتجاه الفاجينا، فبجيب البكتيريا من الخلف للأمام. فالطريقة الصحيحة طبعا هي من الأمام للخلف وما يرجعش مرة تانية، أو ما ترجعش مرة تانية تعمل وايبنج، يعني تمسح. symptom of yeast infection، كمان في عدوى بالفطريات غالبا بتسبب vaginal itching، حكة. وبعض كمان بعض شغلات غالبا بكون white cheese like vaginal discharge، ممكن يكون في عنا سيلان لونه ابيض او بيشبه الجبنة. several non prescription drugs useful، يعني مفيدة، يعني في بعض الادوية غالبا بتكون غالبا كويسة في علاج الفاجينال ييست اللي هي الفطريات المهبلية، غالبا موجودة على شكل suppositories اللي هي تحاميل او تابلت او dissolvable tablet، يعني تابلت بتدوب لحالة، غالبا موضعية برضو، او كريم، تمام. administering medication vaginally، طبعا هذه حتاخدوها في العمل، كيف يدي تحاميل مهبلية او medication بنعطى عن طريق الفاجينا. طبعا في عنا بعض الاحيان بكون suppositories عشان احنا ندخلها لابعد مكان طبعا في الفاجينا، في عنا حاجة بنسميها applicator. ابليكيتور طبعا هذا بنحط فيها السبوزيتري هنا، تمام، وبتدخلها ست غالبا، تمام، عشان توصلها لابعد نقطة. طبعا بعد هيك اللي هي بصيرلها absorption او بصيرلها melting down مع حرارة الجسم. ريكتال ابليكيشن عن طريق فتحة الشرج المستقيم. drug administer rectally are usually in the form of suppository، غالبا بكون في عنا الشكل تبعه بكون suppository، يعني تحاميل او كريم او ointment. also may be prescribed. technique for using rectal application applicator is similar to the vagina applicator، يعني فعليا في بعض الاحيان غالبا ممكن نستخدم applicator معين عشان احنا ندخل ال suppository deep into the rectum. inhalant through، يعني عن طريق الاستنشاق، عن طريق الاستنشاق غالبا بياخد البيشنت عن طريق الفم. inhalant through administer drug to the lower airway، تمام، انا بحط الميديكيشن هذا طبعا عن طريق الفم، بس الهدف منه انه يوصل على الرئة، مش زي النيزل. النيزل غالبا بيكون في الابر airway. طبعا شان this method of administration or medication administration is effective because the lung provide an extensive area for which the circulatory system can quickly absorb the drug. يعني ليش احنا غالبا احنا بنديها عن طريق inhalation؟ عشان غالبا الرئة طبعا فيها contact مباشر بينها وبين الدورة الدموية، فعليا لو اخذ patient اي medication مباشر عن طريق اللنج حيوصل مباشرة للدورة الدموية. في عنا نوعين من الانهيلرز، في عنا دراي باودر انهيلر، يعني بكون غالبا ميديكيشن معين، بكون غالبا دواء بكون دراي بوليفرايزد، يعني غالبا بكون مطحون مضغوط، تمام، فبطلع لي غالبا زي البودرة. في عنا ميتر
دوز انهيلر غالبا بكون ايريسول، ايريسول يعني بكون رذاذ، تمام، برضو بكون تحت ضغط، تحت ضغط. طبعا البيشنت يعني بحط البخاخة في تمه وبضغط عليها فبطلع له رذاذ، هنا لا بحط البخاخة في تمه غالبا بطلع له زي مسحوق ابيض، طبعا بكون مسحوق دواء مسحوق. طبعا مش كل البيشنت ممكن يستخدم الأداة هذه اللي هي مش التبخيرة، بنقول عنها تحت زي تحت الأزمة، تمام، الانهيلر. فعشان هيك فبنستخدمهم حاجة اللي هي ممكن مع ضغط الهواء، تمام، مع العلاج، فبطلع لي عن طريق رذاذ بنسميها نيبولايزر كبديل للبيشنت. غالبا لما بعرفش يستخدم الانهيلر هذه، تمام، فبنستخدم النيبولايزر يعني التبخيرة. طبعا هي اسهل في التعامل، ليش؟ لان البيشنت فعليا بتنحط على وجه البيشنت بماسك معين، فالبيشنت بياخد البخار هذا اثناء التنفس. طبعا في عنا هنا في عنا ماشين، في عنا في نيبولايزر غالبا ممكن تستخدم الهواء الجوي، في نيبولايزر غالبا احنا ممكن نستخدم الاكسجين حسب ايش طبيعة المرض مع البيشنت. غالبا بضلوا البيشنت محطوط على وجهه، تمام، ماسك او بالماوث، تمام، يعني فيس ماسك او ماوث بيس بنحطها على وجه البيشنت او في تم البيشنت من 10 ل 20 دقيقة زي ما احنا شايفين في الصورة. طبعا هذه عنا اللي هي يوزر متر دوس انهيلر، هذه اللي بيستخدموها تعيين الازمة. طبعا زي ما شايفين غالبا لازم يكون السطح تبعها او العلبة هذه لفوق مش تكون لتحت، تمام. طبعا هذه نفس هذه بس بكون في عندي شوية سبيس عشان اسهل انه البيشنت يعني يتحكم فيها، نفس الفكرة. في عندنا النوع الثاني اللي هي طبعا هذا الماوث بيس، هذا بنحط في تم البيشنت وبصير ياخذ نفس عن طريق الفم، تمام، بس هذا بتستخدم في جهاز غالبا نيبولايزر اللي هي تبخيرة، او بنشبك في الاكسجين كومبريست اير، تمام، فغالبا يا اما بالاكسجين مضغوط او عبارة عن هواء مضغوط خارجي ماشين خاص. طبعا في عملية النيبولايزر او لما البيشنت ياخد التبخيرة هذه، بعلم البيشنت انه اول حاجة يعمل اكسهيل يعني يخرج الهواء اللي عنده البيشنت، وبعد هيك يضغط يحط الهادي في فمه زي ما احنا شايفين زي هيك، تمام، اول حاجة يطلع الهواء خالص وبعدين يضغط هنا، ما الضغط هذا، تمام، ياخد نفس، ما يحاولش يعني الضغطة هذه لما نحطها انه تضلها في تمه ويبلعها، انه مجرد يضغط هنا انه مع الضغطة مع اخذ النفس عشان يدخل الدواء وين مباشرة، على وين، على اللنج. طبعا هذا الهدف من الميديكيشن اساسا. طبعا تعليم البيشنت بالنسبة للانهيلر مهم جدا. طبعا خلينا فاصل مع هالفيديو المضحك. My asthma. They said they'd fix it, but it didn't make any difference at all. Well, sometimes doctors make mistakes. Anna, you need to try twice as hard to fix them. Are you using your inhaler? All the time. Go through one a week. You sure you're using it right? Do I look like an idiot? Nope. Why don't you show me how your inhaler works? Jerk. What was that all about? Jamaican chicken recipes. في عنا طبعا nursing diagnosis أو nursing implications من هذا الشابتر اللي هي knowledge deficit readiness for enhanced knowledge زي ما شفنا قبل شوية بالفيديو and effective self help management, impaired gas exchange, impaired skin integrity, impaired tissue integrity and infective breathing patterns. حنبدأ في الشابتر الثاني اللي هو البارنترال ميديكيشن. طبعا هذا الشابتر برضو مرينا معاه في الماث،
البارنترال ميديكيشن يعني اي ميديكيشن بنعطى عن طريق الانجكشن. في عنا اكوبمنت كتير احنا بنستخدمها عن طريق البارنترال ادمنستريشن, اللي هي طبعا الميل اللي هي السرنجز والنيدلز. في انواع كتير طبعا منها افيلابل. طبعا برضو السرنجز اخذنا ايش تركيبها في الماث. في عنا البارل البرميل تبعها, في عنا البلانجر اللي بدفع طبعا المادة الميديكيشن, في عنا التب تبعها اللي هو الطرف تبعها طبعا كالبريتد يعني مدرجة بالمليليتر, بعض الاحيان بلاقيها في بعض الاحيان بالسي سي برضو مليليتر او كيوبيك سنتيمتر او باليونت زي ما احنا شايفين في الصورة هنا. طبعا هذا البلانجر, هذا البارل, هاي الكالبريشن تبعه اللي هو تدريج, هاي التب, وهي هذه اللي هي النيدل. طبعا النيدلز جيج يعني الدياميتر تبعه او الويدث العرض. طبعا في عنا احجام كبيرة, في من 18 ل 27. زي ما احنا عارفين كل ما زاد الرقم كل ما قل الدياميتر, وكل ما قل الرقم كل ما كبر الدياميتر. طبعا بتتكون نيدل من شافت اللي هو هذه الانبوبة المدببة, هذا اليومن, هذا التجويف, هذا البيفل اللي هو الجزء المشطوف منه, طبعا هو الجزء الحاد من النيدل. طبعا في انواع من النيادل. لو شفنا النوع, ها طبعا الجيج تبعه 18 تمام. برضو الاطوال بتختلف, يعني بتلاقي في واحد النيادل اطول من واحدة تانية, وفي كمان في عندنا بعض الاحيان بتلاقي فيه فلتر 5 مايكرون فلتر, في هذه without فلتر. طبعا في عنا عدة عوامل بتخليك انت ايش تختار نوع النيدل وايش تختار نوع السرنج, حسب نوع الميديكيشن, حسب الدبث بالضبط وين بدك تروح. يعني اذا بتدخل في سبكوتينس هتختار نيدل صغيرة والدياميتر تبعها بكون صغير, الجيج تبعها بكون كبير تمام. على العكس لو بدك انت مثلا تدي اي ام انجكشن هتكون نيدل طويلة زائد الجيج بكون صغير زائد الدياميتر بكون غالبا كبير. الفوليوم يعني قديش الكمية, طبعا بتحدد اذا بتاخد مثلا سرنج كبيرة او سرنج صغيرة. الفيسكوسيتي اللزوجة, كل ما كان الدواء فيسكس لزج اكتر كل ما اخدت انا غالبا نيد الدياميتر تبعها كبير, والحجم تبع السرنج بكون كبير عشان اسهل عملية السحب والاعطاء في نيدل لما يكون الدياميتر تبعها كبير. حجم البيشنت برضو مهم جدا, يعني النيادل اللي بستخدمها مع الكبار مش نفس النيادل اللي بستخدمها مع الصغار. طبعا عشان انا اتجنب النيدل ستيك, يعني اني ندقني الابرة تمام اللي انا بستخدمها, واتجنب طبعا الامراض المعدية زي الهيباتايتس والاتش اي في او الايدز تمام, فلازم انا اكون حذر من اي نيدل انا استخدمتها بيشنت عشان ما تنتقليش امراض عن طريق الدم تمام. بلود بورن ديزيز فايرال زي هيباتايتس, التهاب الكبد سي اور بي او الايدز تمام. فعشان هيك في عندنا بعض الغالب الموديفيكيشن بيستخدموها بعض الشركات. طبعا عندنا احنا في البلد ما بتيجي شغلات هذه عشانها غاليه, فعليا احنا بجيبون نيادل العاديه الكونفنشنال التجاريه تمام, والسرنجات العادية. في بعض الأحيان بكون في نيادل غالبا بكون في عليها طرف بلاستيك, يعني مجرد انت ما تخلص النيدل فبتروح تنزل الطرف البلاستيك هذا على النيدل عشان انت ما تدقك النيدل. بعض الأحيان بكون في النيدل والسرنج بكون في زنبرك معين, فمجرد ما انت ما تخلص بتضغط على الزر في على جنب النيدل فبتلاقيها راحت سحبت النيدل لورا. طبعا في أنواع يعني غالبا كتير معدلة ما بهمناش, في الاخر بتأدي نفس الغرض طبعا بس بتكون مور سيف. فانا كحكيم يعني بشكل عام لازم استخدم باللي موجود, في الموجود بدي استخدمه. بس طبعا انا كيف بدي استخدم الكونفنشنال العادي, يعني معظم الاحيان الاشياء هذه الموديفايد او المعدلة غالبا مش هتكون عندي افيلابل اول ذا تايم, فعشان هيك لازم انا اعرف كيف اتعامل مع النيادل بشكل عام, كيف اتعامل مع الانجكشن, كيف اعملها, كيف اتخلص من نيدل. طبعا
احنا بشكل عام ننصح الطلاب وحتى الناس اللي بيشتغلوا في المستشفيات never recap. يعني ايش never recap؟ يعني ما تعملش، ما تغطيش النيد المرة تانية وانت اديت فيها. في عنا طريقة خاصة الواحد ممكن يستخدمها، بس ما يعني بحطش الكفر او بحطش الغطاء على النيد المباشرة. هذه طريقة بسميها سكوب ميثود. سكوب ميثود يعني بحط النيد زي ما احنا شايفين في الصورة هذه، بحطها على مكان ثابت تمام، وباجي بسحل النيدل فيها تسحيل زي هيك بالضبط تمام، وبعد هيك برفعها. ولما اجي بسكر النيدل بسكرها من تحت مش من فوق، يعني باجي بسحبها من تحت تمام عشان اسكرها، عشان اذا ممكن انا سحبتها من فوق وكانت النيدل مش داخل كويس ممكن تعمل لي بانكشر او تثقب الكاب هذا تمام، وتروح داخلة في ايدي، عرضت حالة للخطر. طبعا زي ما احنا شايفين الموديفايد هذه طبعا سيرنج في شيلد عليها، مجرد طبعا هي بتكون نازلة تحت، فمجرد ما تضغط على هذه فبتروح بتغطي كل النيدل، وبرمي النيدل مع السيرنج مع بعض، او ممكن افكها وارمي النيدل حالها. وفي عندنا نوع تاني غالبا زي هيك بالضبط، هذه الكاب او الغطاء بكون غالبا نازل تحت هنا تمام زي ما احنا شايفين الصورة. بعد ما اخلص منها بروح برفعها على النيدل، الهدف منها طبعا انها تحميني وتحمي ايدي من نخزة النيدل. طبعا احنا معظم الاحيان بنستخدم هذه الطريقة السكوب ميثود، يعني بحط الغطاء على مكان ثابت وبروح بسحل فيه النيدل لعند ما يوصل للاخر، بعد هيك برفع النيدل وبغطي النيدل، بضغطها بشكل جامد عشان ما تسحل مرة تانية من الجزء السفلي، بمسكهاش من الجزء العلوي. لو صار لا سمح الله اكسيدنتال انجري او نيدل ستيك وانت بتشتغل، ايش ممكن انت تسوي او ايش الريكومنديشن لازم انت تتبعها لما لا سمح الله صار معك نيدل ستيك؟ لازم تبلغ مباشرة ريبورت ذا انجري تو ذا سوبرفايزر، تبلغ السوبرفايزر، دوكيومنت ذا انجري، لازم تسجلها في الحاجة بنسميها انسيدنس ريبورت، ايدنتيفاي ذا كلاينت if possible، يعني اشوف البيشنت هذا بشكل عام مين هو المريض عشان احدد. طبعا باخد اذنه غالبا بسحب عينات الهيباتيتس بي وسي البيشنت بعتها للمختبر تمام. غالبا كمان obtain counseling potential for infection، يعني غالبا كمان باخد استشارة من infection control في المستشفى. receive the most appropriate post exposure drug treatment prophylaxis، معظم الاحيان ممكن يعدونا غالبا بعد نيدل ستيك او بعد نخزة الابر غالبا ممكن ياخذ المريض immunoglobulin، طبعا برضو حسب سياسة المستشفى. be tested for the presence of antibiotic at appropriate intervals، يعني غالبا اذا لا سمح الله البيشنت كان معه مثلا اي امراض من الامراض المعدية، غالبا انا ممكن افحص حالي بعد فترة معينة، يعني تاريخ فترة الحضانة لو اندقيت في ابرة معينة بعد مثلا اسبوعين او بعد شهر لازم اعمل انا تحليل للهيباتيتس بي او سي او للاتش اي في. مونيتورينج فور بوتنشال ساين اند سيمتوم، وبعد هيك اذا كان طبعا البيشنت انصاب فبده فولو اب ميديكال. فعشان هيك الواحد يتجنب الإصابة قدر المستطاع، ما يحاولش، أهم شيء ما يعملش ريكاب للنيدل، ما يحاول يغطي النيدل مرة تانية. في عنا drug preparation، طبعا في عنا كيف احنا بنسحب medication من الأمبولز والفايل زي ما خدنا احنا في الماثماتيكس. طبعا في عنا بعض سرنجات غالبا بتكون already prefilled syringe cartridge، يعني فعليا بتكون في عند السرنجات جاهزة تمام مليانة علي، غير بس انا شيل كفر عنها وديها للمريض مباشرة، زي انواع بعض ابر الانسولين او بعض ابر جلوكاجون او بعض ابر مثلا اللي بيستخدموها مثلا في منع التجلط زي الكليكسان تمام. هذه ابر غالبا بتيجي او سرنجات بتيجي جاهزة for one shot، يعني بس لجرعة واحدة بعد هيك ارمي تمام. عارفين ايش الامبول؟ الامبول غالبا بكون كله قزاز زي هيك بالضبط تمام. هذا هو الفايل تمام، هذه بريفيلد سيرنج، يعني سيرنج جاهزة مليانة لحالها تمام، علي غير احطها في الجهاز تبعها وديها وبعد هيك ارميها.
طبعا هذا التعريف انتو اخذتوه قبل هيك، طبعا بتمر عليه. طبعا برضو كمان عملية، كيف عملية السحب من الأمبول أو الفايل، هتاخدوه إن شاء الله في المختبر في العملي مع الأستاذ تدريب العملي. كمان السحب من الفايل، السحب من الأمبول والسحب من الفايل هتاخدوه إن شاء الله في المعمل. drug preparation برضو تابع لتحضير medication. طبعا معظم الأحيان ممكن الفايل يكون في عنا في fluid أو liquid، وممكن بعض الأحيان يكون في powder. إذا كان powder أو إذا كان liquid، فعليا أنا ممكن liquid أسحبه فش عندي مشكلة فيه، بس إذا كان في عندي powder غالبا أنا لازم أعمل له حاجة بسميها reconstitution. reconstitution يعني عبارة عن adding liquid، يعني بضيف له سائل عشان اخليه سائل كله مع بعض. الباودر ما بقدر اسحبه من الفايل، او ما بقدر اسحبه من الامبول، فعشان هيك لازم اعمل له ريكونستيتيوشن يعني عملية تحليل. طبعا معظم الاحيان احنا بنستخدم الديستلد ووتر، استرايل ووتر ديستلد ووتر، او بنستخدم النورمال سلاين. طبعا كيف بدي اعرف؟ غالبا كل ميديكيشن وله غالبا ارشادات معينة في عملية التحليل، وطبعا لازم اتبعها عشان حتى ما يصير في عندي بعض الاحيان في عندي بعض انواع الادوية ممكن تتفاعل مع النورمال سلاين. فعشان هيك لازم اعرف ايش الميديكيشن، ايش المادة اللي بستخدمها عشان احلل فيه، مش اي مادة ممكن احلل فيها الميديكيشن. زي ما حكينا في ريكونستيتيوشن، في ريكونستيتيوتنج غالبا لازم اتبع عدة شغلات قبل ما احلل، اللي هي ايش؟ طبعا لازم اقرا الليبل يعني اللزقه الموجوده على الميديكيشن، او بتكون في البامفلت او بتكون في العلبه بتاعه الميديكيشن. نوع الديليوتنت يعني نوع الماده المحلله اللي بستخدمها انا، كميه الماده المحلله لازم اضيفها زي ما تعلمنا في الماث. الدوسج اللي بعد التحليل قديش بصير الجرعه، والدايركشنز طبعا التعليمات بالنسبه كيف اخزن الميديكيشن غالبا بعد ما احلله. يعني الميديكيشن بعد ما يتحلل ممكن ما يقعدش عندي فتره كبيره، وغالبا لازم احطه في الثلاجه، فلازم اقرا هذه التعليمات قبل ما احلل او بعد حتى كمان ما احلل الدواء. بريفيلد كارتليدج، بريفيلد يعني غالبا بتكون في عندي انبوبه مليانه في الميديكيشن وجاهزه، ما علي غير اديها فور وان تايم، مره واحده فقط. طبعا هذا غالبا قلت لكم ادويه بتكون غاليه ما بتجيش غالبا على المستشفيات، معظم الاحيان غالبا البيشنت بيشتريها من صيدليات خارجيه. بديها بس عقد جرعه واحده، بعد هيك برمي العلبه الفاضيه. طبعا بالنسبه للميكسينج ميديكيشن او كومبايننج ميديكيشن وان سيرنج، طبعا مش مفضل كليا انك تعمل ميكسينج لميديكيشن مع ميديكيشن تاني خالص، تمام، ولا كان اورالي ولا كان حتى عن طريق الحقن. يعني فعليا ممكن يكون في بصير في عندنا تفاعل بالمادتين، انت ممكن بعض الاحيان ما بتشوفه، يعني في بعض التفاعلات بصير تفاعلات واضحة visible بتشوفه قدامك، بصير تغيرات بتغير لونه، بصير في عنا تكتل، بصير في عنا precipitation يعني ترسيب في بعض الادوية، في بعض الاحيان ما ببين. فعشان هيك مفضل انك تتجنب الميكسنج لكل انواع الميديكيشن. يعني غالبا اذا كان البيشنت بده 2 انجكشن، غالبا انا بديله الاثنين انجكشن، بديله واحدة مثلا في مكان معين والتاني بديله في مكان معين. لو بدي اخلط 2 ميديكيشن مع بعض لازم اطلع على ريفرنس، على دراج ريفرنس، تمام، واشوف حاجه بنسميها الكومباتيبلتي، يعني توافق المادتين. هاي الماده، هل الماده هذه بتنعطى مع الماده الثانيه ولا لا، عشان ما يصيرش عندنا تفاعل. غالبا اذا نتج عندنا تفاعل غالبا بصير في عندي مشكله، ممكن كمان تتغير التركيبه الكيميائيه للميديكيشن. فعشان هيك انا بنصح فعليا ممنوع اعمل ميكسينج لاثنين ميديكيشن في نفس السرنج. الانجكشن روت اخذناهن برضو في مادة الماث. في عنا الانتراديرمال يعني into the first layer of the skin، subcutaneous injection منطقة اللي هي الفات تيشو of the skin، intramuscular اللي هي الايام بنحط او بتنعطى في العضل، الانترافينوس اللي هي IV بتنعطى في الوريد. طبعا كل واحدة منها لها تكنيك خاص عن التاني، زي ما احنا شايفين degrees او درجات اعطاء كل واحد بتختلف عن التاني.
لو لاحظ ان انت ديرمال هي اقل درجة فيهن، تمام. بعد هيك اعلى اللي هي عندنا السابكوتينس اللي هي في منطقة الفات تيشو، وبعد هيك تيجي 90 درجة اللي هي عندنا الاي ام، طبعا بدرجة اقل منها اللي هي الاي في طبعا حسب عمق الوريد. برضو اخذناها في مادة الماث. الانتراديرمال انجكشن غالبا انا بستخدمها للتست، ومعظم الاحيان ممكن نستخدمها للفاكسينيشن، خاصة في عنا فاكسينيشن مشهور اللي هو التيوبركلين فاكسين، او نستخدمها للالرجيك تيستينج. غالبا كمية الميديكيشن بتنعطى كمية صغيرة جدا، 0.01 to 0.05 مليليتر، تمام، تنعطى تحت الديرم. كومن سايت غالبا المكان او المواقع اللي بدي فيها الانجكشن هذا غالبا وين؟ الانر اسبيكتس اوف ذا فور ارم، يعني المنطقه الداخليه من الفور ارم. اذر اريا ذات مي بي يوزد ات ذا باك اند ابر تشست، يعني ممكن بعض الاحيان في الظهر او في الابر تشست، او غالبا كمان ممكن في الابر فور ارم بالذراع من فوق. طبعا التكنيك حتاخده ان شاء الله في المعمل. السبكوتينس فات طبعا بتيجي في الطبقة الثانية من بعد الديرم اللي هي بين الفات والمصل، غالبا بتكون ديبر دان انترا ديرمال. ميديكيشن غالبا بنحطه اللي هو بين المصل والسكن، طبعا الابزوربشن فيه very slowly، تمام، لازم تفرق. فعليا عندنا الابزوربشن بكون عالي جدا عندنا في الماسكولار، بس في عندنا في السبكوتينس فات بكون very slow. طبعا احنا بنعمل حوالي 15 ل 30 درجة. الدرجة تبعته غالبا بتكون من بعد 15 ل 30، بعض الاحيان كمان 45 درجة. طبعا عندنا كمان مفعول تبعها غالبا ممكن يبدأ من 15 لنص ساعة بعد الادمنستريشن. subcutaneous injection usually up to 1 milliliter the subcutaneous route is commonly used، يعني غالبا انا ما بدي فيها كمية كبيرة قد لعند بس لعند 1 مليليتر، تمام. طبعا most commonly ممكن نستخدم الانسولين، وممكن نستخدم عندنا الهيبارين زي ما احنا شايفين في الصورة هذه. طبعا شايفين الانتراديرمال غالبا مش اكتر من 15 درجة، تمام. السبكوتينس بعض الاحيان فوق الخمستاش لعند ممكن لعند 90 درجة. طبعا 90 درجة حكينا احنا قبل هيك غالبا بكون مع البيشنت الاوبيز التخين، بس معظم الاحيان احنا بنستخدمه يعني تقريبا حوالي 45 درجة. زي ما احنا شايفين في الصورة هذه كمان دقيقة كبرت الصورة. طبعا زي ما احنا شايفين في الصورة هذه، هذا انتراديرمال، شايفين كيف عامل زي حبة العدس بالضبط، بتنفخ معي زي هيك. طبعا انا بعلم عليها وبكتب عليها الوقت والتاريخ عشان ارجع لها بعد مرة تانية عشان نشوف هل صار في عنده حساسية ولا لا. في كمان برضو اشي مهم جدا غالبا حتعلموه في العملي او في المختبر، النيدل لما اجي ادقها للبيشنت غالبا ما بدقها والوجه تبعها لتحت زي هيك، هل لازم يكون الوجه لفوق، تمام، ممنوع ادقها والوجه لتحت، لازم ادقها والوجه هذا الفتحة تكون لفوق، بسهل عملية الاختراق. طبعا هنا اللوكيشن او السايت بالنسبه للانجكشن، طبعا للسبكوتينس مينلي الابدومن، احنا الموست كومن احنا بنستخدم الهيبارين والانسولين. طبعا في الابدومن احنا بنتجنب بس الصوره، بنبعد عنها تقريبا حوالي 2 انش في جميع الاتجاهات، تمام.
طبعا في عنا أماكن تانية بندي فيها الأنسولين زي الـ outer back area of the upper arm، يعني الجهة العلوية من الذراع من فوق، الجهة العلوية الخلفية، تمام. في كمان عنا الـ outer area of the thigh، الجهة الخارجية من الثاي اللي هي من الفخذ، وفي عنا كمان الجهة العلوية من الباتوكس يعني من المؤخرة. طبعا مفضل لما ادي انجكشن هذا ما ادهاش في نفس المكان كل مرة، لازم اعمل روتيتنج، لازم اشكل، يعني مرة اديتها في البطن في الجهة اليمين بديها في البطن في الجهة الشمال، اديتها في البطن في الجهة اليمين العلوية، اديتها بحطها في البطن في الجهة الشمال السفلية، وهكذا، تمام. طبعا بيختلف المكان في سرعة الابزوربشن بالنسبة للميديكيشن من مكان لمكان تاني. طبعا عندنا ترتيب هذا من اسرع مكان لابطأ مكان. اسرع مكان في عندنا في الابزوربشن في الابدومن، وبعدين تبدا تقل في الارم، بعدين تبدا تقل في الثاي، وبعدين تبدا تقل في الباتوكس، تمام. طبعا برضو في كمان عندنا اشي مهم جدا، غالبا مش لازم يكون في عندنا يعني جهد على المناطق هذه. اذا كان مثلا بيشنت بيلعب مثلا رياضة مثلا، تمام، للبطن مثلا، عملية شد بطن، تمام، وحاط فيها ميديكيشن، فبزيد عملية الابزوربشن، ليش؟ عشان بزيد كمية البلد سبلاي. اذا بيشنت ماخذ انجكشن مثلا في الابدومن، ممنوع يلعب رياضة مثلا شد بطن، شد بطن او معدة زي ما احنا شايفين في الصورة هذه. طبعا هي زي في الابر ارم اللي هي في المنطقة هذه، الليفت ابر ارم ورايت ليفت الاثنين مع بعض، رايت ابدومن وليفت ابدومن، ليفت باتوكس المناطق الخلفية، تمام، الثاي المناطق الخارجية من الثاي اللي هي الفخذة من الخارج. طبعا كيف عمليات انجكشن هتاخدوها في العملي ان شاء الله. برضو كمان عملية الانسولين بتنعطى برضو هتاخدوها ان شاء الله في العملي، بس احنا اخدنا الانسولين غالبا بالكاليبريشن تبعه، الترقيم او التدريج تبعه باليونت. حكينا زي ما حكينا في عنا نظام اليومية، ايش معناته يومية؟ معناته كل واحد ملليلتر في عنا 100 يونت انسولين، تمام. في بعض الاحيان بتلاقي بريفيلد بن، يعني عبارة عن جهاز سرنجة مليانة لحالها اوريدي. وفي عنا زي ما اخذنا برضو في الانواع النيادل اللي هي في او السرنجات في الانسولين، في عنا 30، في عنا 50، في عنا 100 سرنج، تمام. طبعا المستكم اللي عنا هنا اللي هي بتكون 100 شنة، بتغطي جميع المقاسات والاحجام. كمان لازم نعرف في عنا نوعين من الانسولين، في عنا النوع الريجولار وفي عنا النوع الام بي اتش او العكر، تمام. طبعا الريجولار ممكن نعطى سبكوتينس وممكن نعطى انترافينس، بس عنا الام بي اتش او العكر فعليا ما بنعطى غير بس سبكوتينس. في عنا المرضى غالبا اللي بياخذوا انسولين لفتره كبيره جدا، خاصه مرضى السكر، طبعا بياخذها طول حياته، تمام. فعشان هيك لازم اعلمه اهم اشي يعمل روتيشن لعمليات الانجكشن، يعني ما يدق في مكان واحد، يعني اذا دق في مكان معين يضلوا يعمل روتيشن، يقسم المناطق، تمام، يعمل فيها روتيشن عشان اتجنب اثنين مشاكل ممكن تصير معاه. بصير في عنده حاجة بسميها لايبوتروفي، او بصير معاه لايبو هايبرتروفي. لايبوتروفي عبارة عن breaking down of the subcutaneous fat at the site of repeated insulin injection، يعني من كتر ما بصير يدي حاله انسولين، فبصير في عندي غالبا نقص في كمية الدهون السبكوتينس فات في مكان الانجكشن، او ممكن يصير العكس، زيادة كمية الفات الموجودة او وين مكان ما بدي الانجكشن. طبعا هذه الشغلة مع الاسف بتأثر في عملية الابزوربشن. لو كان في عندنا كمية الفات قليلة واخذ البيشنت انسولين في المنطقة هذه، فبزيد عملية الابزوربشن، فالبيشنت ممكن يدخل في هايبوغليسيميا، يعني انخفاض في السكر. لكن لو زادت عملية الدهون في مكان معين وبدي فيها الانجكشن، فمعناته البيشنت هيدخل في هايبر جليسيميا، البيشنت ممكن يزيد مستوى السكر تبعته برضه ويدخل في غيبوبة زيادة السكر. عشان اتجنب القصة هذه كلها، فبعلم البيشنت انه ايش يعمل، يعمل روتيشن للانجكشن سايت، يعني يضلوش يدق في نفس المكان، يضلوا ينوع في الاماكن اللي حكينا عنها قبل شوي. الانتراماسكولار انجكشن يعني الحقن في العضل. طبعا الميزة في الحقن في العضل انه بياخد كمية علاج كبيرة،
غالبا ممكن up to 3 مليليتر يعني 3 سي سي، وهذا اشي ممتاز. طبعا في عندنا كمان شغلة تانية، العضلات فيها قليل نيرف اندينجز، فيها يعني نهايات اعصاب قليلة، فممكن ينعطى فيها ادوية ممكن تعمل irritation او تعمل تهيج. طبعا اقل الم من الانتراديرمال، الانتراديرمال فيري بينفول. ليش؟ عشان احنا غالبا ندي في النيرف اندينجز، فعشان هيك الحقن عن طريق العضلات ممكن ندي فيها دواء غالبا ممكن يكون irritant، تمام، زائد كمية كبيرة. طبعا الابزوربشن بكون سريع. ليش سريع؟ عشان عندنا كمية البلود سبلاي غالبا بتكون كبيرة، وطبعا كمان بتأثر بالفيزيكال اكسرسايز. البيشنت اذا بيعمل فيزيكال اكسرسايز او بجري او بتحرك بشكل كبير جدا وماخذ فيه انجكشن، فغالبا كمية الابزوربشن بتصير اسرع. انجكشن كمان، انجكشنز should not be administered into limbs that are paralyzed. يعني غالبا احنا بنفضل اني ما ادي بيشنت انجكشن اي ام ويكون مشلول البيشنت هذا، تمام، او يكون انأكتف غير نشيط. وكمان اذا كان في عنا بور سيركوليشن، فيش دورة دموية كويسة، عشان غالبا اذا كان في شغلات هذه كمية الدم الراجع او كمية الابزوربشن بتكون قليلة، كمية البلد سبلاي بتكون قليلة، برضو كمية الابزوربشن بتكون قليلة، فالبيشنت ما بيستفيد من العلاج. If an older client has had mastectomy، اذا كان البيشنت عنده في المكان طبعا في الرايت في الار مثلا عنده mastectomy، مش المفروض انا ادي اي ام انجكشن مثلا في الدلتويد مصل، او اذا كان في عنا مثلا بيشنت عامل فيستولا، يعني مكان الفيستولا هذه عبارة عن وصلة بين الشريان والوريد، عشان البيشنت اللي معاهم فشل كلوي ياخدوا الدم طبعا ويشبكوا على المشين عشان يعمل حاجة بنسميها هيموداياليسز اللي هي غسيل كلوي، فعشان هيك انا بتجنب الشغلات هذه، بتجنب ادي انجكشن في اي مكان ممكن يكون في هذه العمليات. انجكشن سايت بالنسبة للمسكولر انجكشن او اي ام انجكشن انترامسكولر، في عندنا 5 كومون انترامسكولر انجكشن سايت، طبعا مسميات باسماء العضلات اللي احنا بنعمل حقن فيهن. طبعا عندنا دورسو جلوتيال، في عندنا فنترو جلوتيال مصل، في عندنا فيستاس لاتيراليس، في عندنا ريكتس فيموراس، وفي عندنا الدلتويد مصل. اول سايت اللي هو الدورسو جلوتيال سايت. الدورسو جلوتيال سايت هذا طبعا المؤخرة من الخلف، تمام، غالبا انا بدي الحقن فيها في منطقة معينة، مش اي منطقة فيها، بدي في الابر اوتر كوادرانت، يعني في الربع العلوي الخارجي، الربع العلوي الخارجي من المؤخرة. طبعا عضلة كبيرة، فعليا انا بدي في عضلة اسمها جلوتس ماكسيموس، العضلة كبيرة، تمام، فبتاخد كمية دواء كبيرة، تمام. غالبا كمان الالم فيها غالبا بكون قليل، يعني بعد الانجكشن بكون قليل. طبعا هذا السايت له ديس ادفانتج او له مساوئ. الوحيد المساوئ فيه انه انا مش ممكن اديها للاطفال الصغار، يعني عمرهم اقل من سنة مش مفضل اديها او اديهم فيها انجكشن. ليش؟ عشان غالبا العضلة ما بتكون ماتشور، بتكونش نامية، بتكونش ناضجة فعليا، فممكن لو ادى حد فيها انجكشن ممكن انا اكسيدنتلي اعمل بالخطأ قطع او نخز للسياتيكا نيرف، يعني في عندي عصب موجود في المنطقة هذه، تمام، غالبا في الاطفال العضلة هذه ما بتكون ناضجة مش كبيرة، ففعليا ممكن يعمل لي دمج للاعصاب. فاحنا غالبا اذا الطفل اقل من 3 سنوات احنا ما بنديه في المنطقة هذه، في عنا عضلة قدام شوية انا بقول لكم عنها، تمام، هي ممكن ندي فيها للاطفال الاقل من 3 سنوات زي ما احنا شايفين في الصورة هذه. طبعا بدي في الاوتر، اوتر يعني الخارجي، ابر كوادرانت في الدورسو جلوتيال. هذا البيشن طبعا نايم على الجنب، تمام، الحين بدي في المنطقة هذه، بقسم طبعا البوتوكس زي ما احنا شايفين الى 4 اقسام، تمام. طبعا انا بعلم اللي هي عند المارجن اللي هي الحفة تحت الحوض، تمام، بقسم فيها، بعلم هنا، تمام، بقسمها 4 اقسام 4 4، فباجي المنطقة الربع لهذا الخارجي المهم عندي
تمام، وبعمل خط وهمي لأعلى جزء منه زي هيك ها، تمام، وبدي خارجي. ليش؟ عشان أضمن أنا أبعد عن النيرف هذا. هذا هو السياتيك نيرف، هذا العصب المؤدي للقدم، تمام. فغالبا في الأطفال العضلة هذه ما بتكون ناضجة، ففعليا إذا أديت فيها أي انجكشن ممكن أنا أضرب هذا العصب، فالبيشن ممكن يصير معاه كومبليكيشن أو شلل لو أنا accidentally hit the nerve. في عند الموقع الثاني او اللوكيشن الثاني اللي هو فنتروجلوتيال مسل. فنتروجلوتيال مسل طبعا العضله برضو من جزء من الجلوتيال مسل، طبعا هي بركز على الجلوتياس ميدياس وجلوتياس مينيموس، يعني العضله الخلفيه، طبعا هي بتيجي من الخلفيه بتيجي من الامام، الوسطى والصغرى الى الحوض. This site has several advantages. هذا في له عدة ميز عن الدورسوجلوتيال اللي خدناها قبل شوية، انه فيش عنا blood supply major blood supply وفيش عنا major vein، تمام. كمية الفات فيه قليلة، تمام. cleaner يعني انضف من الدورسوجلوتيال اللي خدناها قبل شوية، عشان غالبا المنطقة الخلفية ممكن تكون contaminated with fecal، يعني ممكن متسخة بالبراز، تمام. فعشان هيك غالبا منطقة انضف، بس العيب فيها انها ما بتاخد كمية كبيرة، تمام، زي الدورسوجلوتيال. طب بس هي امنة بالنسبة للاطفال؟ طبعا هي الصورة زي ما شفناها، هي الصورة عنا. طبعا البيشنت هاد نايم على ظهره، هي المنطقة الخلفية تحت البيشنت، تمام. هي العظمة تحت الساق الجريتر تروكانتريك اوف ذا فيمر، تمام، بحسها من هنا بتبين. طبعا بحط اصبعي زي ما شايف زي هيك، بمشي ايدي مع العظمه هذه، تمام. وطبعا هاي الحفه تحت الهب، هاي الحفه تحت الهب، وبفتح اصبعي زي هيك، فبالضبط بتيجي في النص. طبعا هذا مفضل للاطفال. في عنا لوكيشن الثالث اللي هو الفيستس لاتيراليس. طبعا الفيستس لاتيراليس هذه عضله من عضلات اللي هي الكوادرسبس ماسلز الموجوده في الثاي او الاوتر ثاي، في الفخذ من الجهه العلويه. طبعا انا ما بدي في الجهه العلويه المباشره، بدي على الجنب فيستس لاتيراليس. طبعا في فش فيها كميه بلاد، مش بلاد سبلاي، جريتر فيسلز يعني اوعيه دمويه كبيره، فش فيها برضو نيرف كبير، تمام. فهذا مفضل غالبا للاطفال والانفنتس، يعني غالبا احنا الاطفال والانفنتس احنا بندي في المنطقه هذه، تمام، عشان عضلاتهم الثانيه بتكون غالبا مش مكتمله. كيف بنحدد اللوكيشن تبعها؟ طبعا بحط ايدي على بدايه الركبه، تمام، على وكمان ايدي الثانيه على التروكاونتر اوف ذا فيمر، يعني العظمه تحت الفيمر مع بدايه الركبه، تمام. فالمنطقة اللي بينهم المنطقة الخارجية هذه اللي ممكن انا ادي فيها زي ما احنا شايفين بهذه الصورة. بحط ايدي زي هيك، هي الركبة مثلا، بحط ايدي زي هيك، هي الايد الثانية هنا في التروكاونتر اوف ذا فيمر، يعني برأس عظمة الفخذ، تمام، في المناطق الخارجية هذه. هذه كل المناطق الخارجية بنسميها فيستاس لاتيراليس ماسلز. هنا طبعا حتاخذوا في المختبر كيف تدي انجكشن فعليا. لما ادي انجكشن بعض الاحيان في عندنا بعض انواع الانجكشنز لازم انا ادي، تمام، انجكشن واعمل اسبيريشن. يعني ايش اعمل اسبيريشن؟ يعني اسحب النيدل شوي لورا، بشوف هل انا دخلت في بلاد فيسلز ولا لا. اذا دخلت في بلاد فيسلز فبطلع عندي كميه دم هنا. فبطلع عندي كمية دم هنا. إذا طلع عندي كمية دم هنا معناته أنا بعرف إن أنا داخل في blood vessels. فإيش بسوي؟ فعلياً بسحب النيدل وبطلع من السايت هذا وبدي في مكان تاني، تمام. عشان فعلياً أنا بعض الدواء ممنوع أدي، ممنوع، أنا بعرف حالي ساعتها إني دخلت في vein، ممنوع أدي، أنا بددي في العضل. فإذا طلع دم وأنا بسحب معناته فعلياً بكون في vein، فبسحب النيدل فبدي في مكان تاني. في عنا كمان الريكتس فيموراس سايت. ريكتس فيموراس بالضبط هي بتيجي في وجه العضلة تحت الفخذ، يعني الجهة الأمامية من الفخذ. وين بالضبط؟ في نص
الفخذ بالضبط من فوق. تمام، طبعا هذا برضو مكان مفضل للإنفانتس، يعني للمواليد الصغار. ليش؟ عشان فعليا عندنا ما في عندنا ميجر بلود فيسلز، ما في عندنا ميجر نيرف في المنطقة هذه. تمام، فهي مفضلة اني ادي فيها. Injection in this site in the middle third of the thigh، يعني في النص بالضبط بدي في الثاي زي ما احنا شايفين في هذه الصورة. في عضل العضل الخامس اللي هي الدلتويد مسل، المنطقة تاعت الكتف او عضلة الكتف. طبعا في اللاترال اسبكت، الجهة الخارجية من الابر ارم في الذراع من فوق. طبعا بدي الانترا ماسكولار انجكشن. طبعا هي عضلة صغيرة، طبعا احنا ما بنستخدمها للاطفال الصغار عشان ندي ايام انجكشن فيها، احنا ممكن نستخدمها بس للادلت. تمام، فالاطفال غالبا بتكون مش نامية، فعشان هيك انا ما بدي فيها الاطفال والانفنت ولا الانفنت. طبعا شنة صغيرة فعليا انا بدي فيها بس كمية الانجكشن بس 1 ملي لتر، اكتر من هيك لا، زي ما احنا شايفين في الصورة هاي. طبعا في الدلتويد الجهة الخارجية من العضلة. طبعا هذا عندنا الاكرمن بروسيس في المنطقة هذه، فغالبا تحت منها بتكون بشوي دلتويد مصل زي هيك بتكون. في عندنا تكنيك او طريقة معينة بنسميها زد تراك انجكشن او زد تراك تكنيك، زد تراك انجكشن. تمام، زد تراك معناته انا بحاول اعمل سلايدنج لطبقات الجلد مع المسلز، الهدف انها تعمل لي زي تدريج، عشان هيك سميناها زد تراك، بتشبه الزد. زد تراك هذا بستخدمها انا لما نستخدم انواع بعض انواع الميديكيشن غالبا اللي بتكون irritant، يعني غالبا ممكن مهيجة مؤلمة. تمام، او كمان بعض الادوية لما ادي انجكشن بلاقي الدواء راجع معي تمام من الفتحة، فغالبا الزد تراك الالم تبعها بكون اقل، بتمنع السيلينج او بتعمل الليكينج، بتمنع الليكينج من الميديكيشن من مكان الانجكشن. تمام، وغالبا المرضى طبعا يعني بينوا انه بتكون غالبا اقل الم من الانجكشن العادية. لو لاحظنا في هذه الصورة طبعا كيف بدي اعمل زد تراك، قبل ما ادي انجكشن بروح بشد الجلد باتجاه معين. تمام، الحين بدي الانجكشن، شايفين الطبقات لما شديتها، طبقة العضلات بين السابكوتينس بعد الانتراديرمال هذه او الديرمال والسابكوتينس والماسكولار. تمام، لما شديت على جهة معينة. تمام، الحين بدي الانجكشن في المنطقة هذه زي ما احنا شايفين في الصورة هذه، اديت الانجكشن وخلصت. تمام، الحين بسحب النيدل، بعد ما اسحب النيدل برخي الجلد، مجرد ما ارخي الجلد شايفين كيف مجرى النيدل في الجلد راحت سدت مكان الانجكشن، يعني الانجكشن هنا. طبعا هي مجرى النيدل زي ما احنا شايفين وين جاي، فعليا المحلول او العلاج اللي انعطى هنا مش حيقدر يرجع مرة تانية. ليش؟ لان سكرت منفذ الانجكشن. في عندي بعض شغلات او بعض تعليمات ممكن استخدمها عشان اقلل الديسكمفورت، طبعا الالم من الانجكشن. طبعا الالم من الانجكشن موجود هيك، بس غالبا انا ممكن استخدم بعض تكنيك ممكن اقلل الديسكمفورت او الالم مع البيشنت. زي ايش مثلا؟ غالبا ممكن بعض الاحيان احنا نستخدم ديستراكشن. يعني ايش ديستراكشن؟ يعني بلهي البيشنت، يعني بشد انتباهه لاشي تاني خالص. تمام، طبعا هذا الاساس، يعني الاكوبمنت هذا اللي عندنا حنحكي عنها، بس اهم شيء اني اشتت يعني تفكير البيشنت. يعني انا بكلم البيشنت مثلا في اشي معين بدي انجكشن، بحاول اصرف انتباهه عن الانجكشن، وهذا بخفف انا تفكيره في الانتنسيتي او شدة الالم. ففعليا انا ممكن ياخذ البيشنت الانجكشن هو مش حاسس باي اشي. حتى بقول لك بعض الاحيان ممكن يقول لك انت اعطيتني الابرة ولسه، وانت طبعا بتكون داق البيشنت ومخلص منه خالص. طبعا في عنا بعض شغلات ممكن use smallest gauge needle is appropriate. طبعا smallest gauge، طبعا احنا حكينا لما يكون عندنا smallest gauge يعني diameter كبير، طبعا هنا في عنا خطأ معين وقصده smallest diameter of the needle. تمام، كل ما استخدمت الدايميتر صغير كل ما كانت اسهل في الانجكشن. بس طبعا في بعض الاحيان بانواع الميديكيشن اذا كانت thick و viscous، اذا كانت خميلة ولزجة بنفعش فيها لما استخدم دايميتر صغير، بزبطش. تمام، اذا كانت سائل غالبا مش هتفرق معي كتير.
It changed the needle before administration, a drug that is irritating to tissue. يعني فعليا طبعا هذه مفضل انكم كلكم تستخدموها. يعني النيدل اللي بسحب فيها انا العلاج مش هي اللي بدق فيها البيشنت. يعني النيدل مثلا سحبت فيها دواء معين من فايل او من امبول مفضل نغيرها بشكل عام. يعني هذه قاعدة انتم تتبعوها، اي نيدل بسحب فيها دواء مش هي النيدل اللي بدق فيها المريض. يعني النيدل بدق فيها المريض هي لازم تكون نيدل جديدة مش مسحوب فيها. ليش؟ عشان غالبا انا لما احط النيدل في الامبول او لما احطه في الفايل ممكن يلمس يعني قاع الامبول او قاع الفايل، ففعليا في عنا البيفل بارت الجزء المسنن غالبا ممكن يصير فيه شوية تتليم او ينتني. فلما اجي ادق البيشنت ففعليا ممكن يصير يجرح في البيشنت. فيعني هذه خذوها نصيحة او قاعدة، فعليا انا لما اسحب النيدل اسحب الميديكيشن بنيدل تمام لازم اغير النيدل قبل ما ادق البيشنت فيها. select site that's free of irritation. السايت طبعا بحاول نقي او ادي خاصة يكون ما في irritation، يعني يكون سليم الموقع اللي بدي فيه injection. طبعا بغير وين مواقع الانجكشن، او بيشنت دايما له جرعة علاج في مكان معين مش مفضل ادي له اياها في نفس المكان، اغير في الاماكن قدر الامكان. في بعض الاحيان احنا ممكن نلجأ للايس باك، يعني ممكن نحط تلج على المكان اللي بدي فيه انجكشن طبعا عشان يديني احساس بالنمبنس يعني بالخذلان تمام. نمبنس او نمب فعليا، بس احنا فعليا في المستشفيات مع السرعة احنا ما بنستخدمها هذه الشغلة تمام. insert and withdraw the needle without hesitation. لما نأدي العلاج للبيشنت لما ندق الإبرة للبيشنت بديها بشكل يعني شوية مش سريع كتير ولا بطيء كتير، يعني بدي له اياها من غير تردد تمام. زدت له اياها سريع كتير مؤلمة، وزدت له اياها بشكل بطيء كتير برضو مؤلمة، عشان هيك بدي له اياها بشكل يعني مش بطيء جدا ولا سريع جدا تمام بشكل ثابت. ممكن استخدم زد تراك الطريقة التكنيك اللي اخذناها عشان امنع خاصة في الادوية اللي بتعمل اريتيشن. طبعا بعمل برشر بعد ما اسحب النيدل، ممكن اعمل مساج بس مش كل انواع الانجكشن بعمل وراها مساج. يعني في عنا مثلا هيبرين ممنوع اعمل مساج بعد ما ادي البيشنت انجكشن. الهيبرين والكليكسان ادوية التخثر او اللي بتمنع التخثر ممنوع اعمل وراها مساجنج، بحط السواب عليها وبضغط عليها تمام. طبعا في اذا كان في عنا ريلاكسيشن بوزيشن البيشنت ممكن يقعد ويرتاح برضو ممكن يخف الالم على البيشنت. النيرسينج امبليكيشن بالنسبة لهذا الشابتر، في عنا اكيوت بين، في عنا الانكزايتي، في عنا فير، في عنا ريسك فور تروما، ديفيسيت نوليدج او نوليدج ديفيسيت، ريسك فور انفكتيف سيلف هيلث مانجمنت.